ما هو الشرط الخامس من شروط الصلاة؟ أمستنى ومسفرت. نعم. رفع الحدث. ما هو رفع الحدث؟ لابد من رفع الحدث الأكبر بالاغتسال ورفع الحدث الأصغر بالوضوء. نعم. لا إيش تورى الجبال رفع الحدث تلقون وضوفك تنشون وضوفك فما سد. فلو صلى بعد أن خرج منه مني مثلا ولم يغتسل فصلاة باطلة. مني كوطبها لا جنابهم سيعود بيساقد صلاته وركم. ولو صلى بعد أن خرج منه ريح مثلا ولم يتوضأ فالصلاة باطلة. أير كوطبها لا بيساقد صلاته باطلة. إذن الشرط الخامس رفع الحدث. أمستني ومسفرت وضوء في الجنتين كسو مع صدر. حدث أكبر بالاغتسال أصغر بالوضوء. تلك وضوء فج بمتاتل تنش وضوء فج وضوء بمعدلك.